هو صحيح الكورونا جات لتونس، لكن هذه حاجة ما تخوفش، ما تخليناش نفزعوا، فما حاجات لازمنا نعملوهم، إجراءات وقائية نحمي بها رواحنا بشكاكة الكورونا هذه ما تستفحلش في البلاد، وخاصة من فماش داعي أنه باش نشريوا حاجات نخبيوها خاطر ما فماش مجاعة جاية ولا حاجة، لازمنا نعملوا إجراءات وقائية تكون أهم برشا بشكاكة نحميو الجسم تاعنا من المرض هذايا، وخاصة المغازات كي نهدوا عليهم ما يوليوش يغليو علينا المنتوجات هذه. الابطال السلام عليكم الابطال، ان شاء الله تكونوا بخير ناس الكل. قبل ما نبداو نحكيو في الموضوع هذا لازمني نعلق على الانترو وعلى الدخله اللي بديت بها نتاعي. بالحق من الغريب ومن العجيب دون الجراء وماشيين مغازات باش نشريو الحليب يخرج كساك قارن الدنيا الكل بدون جراء، عباره عنا مجاعه جاي ماهوش باش يكون لصالحنا، وخاصه انه الشركات وخاصه انه المغازات هذه باش تستغل الفرصه تزيد تغلي علينا الخبزه، واحنا ماحناش ناقصين في الحاله هذه. حاجه فيروس هذا ماهوش مخطر برشا لحد اللحظه اللي مازالت عندنا حاله وحيده، والمعلم قاعد يتعافى بشوي بشوي، اموره سته زيت اموره مريقله. دونك الفيروس هذا ماهوش مخطر، وخاصه اللي نعرفوا احنا في تونس نكونوا واضحين مع بعضنا، ما نجمش يعيش معانا، ما نجمش يفوت جمعه ينتحر يقطع يهرب وحده الفيروس هذا، دونك ما نجمش يعيش معانا في تونس. انت تحب تعرف على الفيروس هذا وتحب تعرف على المخاطر نتاعو وشنو الفيروس هذا كيفاش قاعد ينتشر وهل هو بالحق مخطر او لا، ننصحكم باش تتفرجوا في الفيديو نتاع هرمولوجي، تخليكم في الديسكريبشن الرابط نتاع الفيديو هذه باش تفهموا علميا اكثر. احنا باش نحكيوا لهنا على حاجات تتعلق بالسبور. دونك كان اول مره تتفرج فينا وكان اول مره تكتشف في القناه بتاعنا، ما تنساش باش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس باش هكاك يوصلك اشعار اول ما تهبط فيديو جديد. بما انه في القناه بتاعنا نحكيوا على كل ما هو يتعلق بالرياضه وكيفاش نعيشوا في نظام عيش صحي، فما فيروس ولا ما فماش فيروس، هو لما حالك يجي الفيروس يخلينا انا نحكيوا عليه، واش نقولوا كان احنا ما نحكيوش على كورونا يلزمنا نحكيوا عليه ولازمنا نعملوا فيديو. دونك المرض هذايا مش هو اللي باش يخلينا نعيشوا في نظام عيش صحي، احنا بطبيعتنا عايشين في نظام عيش صحي، والابطال يتفرجوا في الشان هذايا بطبيعتهم يترناوا بطبيعتهم عايشين في نظام عيش صحي على طول العام، لكن ما فيها بأس. الفرصه هذه للناس اللي ما دخلتش ترنا انها الفرصه الملائمه باش تدخل تترنا قيد عام كامل، وهكاك تربط روحك وتتاكد انك باش تقعد تترنا. كي ما تحبش تخلص عام كامل تدخل تترنا ميساج تنجم تعمل اي نشاطات رياضيه باش هكاك تخلي روحك حاضر لا قدر الله كان تصير حكايه. إيه هو ما يقول لك الوقايه خير من العلاج، علاش خليو فيها كلام وكهو؟ معناتها هذه دل انه يلزم واحد يقي روحه. كيفاش يقي روحه؟ هذا باش نحكيو فيه في الفيديو هذا. يعني النشاطات الرياضيه تنجم تساعد الجسم تاعك انه يحمي روحه من الامراض. الفيروس هذا ما يعني لك حتى شيء، حتى كان يجي ما يقلقناش. للأسف الشديد عن تسجيل أول حالة إصابة بالكورونا فيروس كورونا في تونس. هذا مثبت علميا وثبتته دراسات انه الرياضه باش تخلي الجسم نتاعك قوي من المناعه نتاعك، لانه فما دراسات تاكد انه حتى المشي فقط وانت قاعد تتفرهد ولا تمشي تبسكل تعمل طلع على الجبل مع اصحابك كي تستنشق الهواء النقي تساعد ويقلل من تعرضك للزكام. فما دراسات اخرى عملتها امريكان جورنال اوف ميدسين تاكد انه الانسان يجري على الاقل 30 دقيقه في النهار مده عام كامل، هذا يقلل من تعرضهم لنزلات البرد اقل من الشطر من الانسان اللي ما يترناوش الجمله. اهم حاجه لهنا حبيت نركز عليها ولو مشت عليها بالذمه، انه الكورونا فيروس اكثر الحالات اللي ادت للوفاه هما الرجال الكبار اللي جهاز المناعه نتاعهم كيزيدوا يكبروا في العمر بتقدمهم في السن جهاز المناعه بطبيعته يضعف، وكيك ما نجيبش يدافع على روحه. لو وش دراسة نتاع رجال كبار، رجال كبار عمرهم 65 سنة، رجال هذوما يترناو، قهوا اللي رجال هذوما يترناو عمرهم 65 سنة، قهوا اللي عندهم أكثر كرية بيضاء اللي تنجم تدافع على جسم الإنسان باش يزيد تقوي في المناعة نتاعو أكثر من الرجال اللي عمرهم 30 سنة وما يترناوش. هذا الكل مازال تستنى، في شكون تستنى؟ اختلم الفرصة يا أخي، هذه فرصة جاتك نهل إشارة من الآلهة. لا إله إلا الله، الله أكبر يا كفار عليك. قبل ما تصير الكارثة وتبدا تجري وراء المقرونة باش تعمل العولة محلاها القفلة. احمي روحك من الاول. انا عارف تو شو باش تقولوا لي، اي كي احنا باش نمشيو نترناو هكا زدنا عرضنا رواحنا للخطر ونجمو نخليو الفيروس هذا والكورونا تنجم تتمكن منه. اوكي نولي ما حميتش روحي انا، ما عملتش الاجراءات اللازمه باش هكا ما نمرضش من الكورونا. نقول لك هذا عادي جدا، وهذا ما يختلفش انك تمشي للصاله على انك تمشي للمغازة تمشي للمرشي تمشي للسوق تمشي الكياس تمشي القهوه ولا شي تسهر ولا تمشي الحمام. اي هو مو فما اجراءات حمائيه نعملوهم في اي بلاصه، تمشي للصاله ولا غير الصاله، معناتها في اي بلاصه لازمك تطبق الاجراءات هذوما مهما كان اسم البلاصه هذيا. ايش نقول لك ايش يوتش بيك؟ مش لازم تحط فوقيرتك في فوقيرتي كي نبدا نحكي معاك، نحكي من بعيد، خلي زوز متر من بيناتنا، مش لازم تتنفس لي في وجهي. فك الحاجات دي اخسى عليك هليلي اسكت. سايب البزاق نتاعك الكل على وجهي. دي الحاجه الاولى، اعتقد انه في الصالات حاجه اساسيه انك تبدا تخدم وتحط المنشفه نتاعك
على المكان اللي انت قاعد تخدم فيها، لانه فما عباد بالحق يخليلك قلته تعرق. حتى كان ما تخليش عرق، كان مستحسن انك تحمي روحك في ظروف كيما هذيا وتحط المنشفه. كيف الصاله بتاعك مش قاعدين تطبقوا في الحكايه هذيا، هذه الفرصه باش تطبق واللي حاجه اساسيه، وما يدخلش حتى واحد للصاله الا وفي يده المنشفه نتاعو كانش يروح. جيو تويكا للتعنيق والتمرتيق والتوبيق والفازات هذوما الكل اللي يعملوا فيهم في الصاله. لو سمحتم بلاش بوس، الناس مصره، مش وقت ومش البلاصه تاع الفازات هذوما والحكايات هذوما. يعني عبيد قاعده تترنى وانت قاعد تعمل فيهم وقاعد تعمل في احتكاك مباشر. دونك لهنا لازمك تحمي روحك من الحاجات هذوما. والحقيقه كيف فما شكون عندك مده وانت قاعد تتبع فيه حيت كان وانت تنتظر في اللحظه هذيا جاتك الفرصه الحاسمه انك باش تعمقوا وقتها ليه وليك ربي. نجيو تويكا للحاجات اللي نجموا ناكلوها الشكاكه قويه وفي المناعه نتاع الجسد نتاعنا ضد الفيروس هذايا، ضد الكورونا ولا ما تكوروناش. ماستر على راس القائمه هذيا نلقاو قهوه. قهوه يا حبيبي، قهوه انها الحب، انها العشق. تعديش نهار ما غير قهوه. الشوكولا نوار اللي تكون على الاقل 70% كاكاو، وخذ كاكاو وحده كاو ما تقعدش تكسر في راسك كي تكون مرتاح. الخضره والغله بابا، اضرب الخضره والغله بابا. السبناخ، الفريد، الكيوي، البيريز، بيريز بانواعه، بلاك ريد بلو، بلاك ريد بلو. بس اغنيه هذي. والثوم، الثوم اللي حير العلماء واللي حيرني انا، خاطر الثوم لقاو في دراسات اللي ينقص اكثر ب 40% من عرضك للزكام. والغريب في الامر اللي جدودنا كانوا يحيوا في راح يقبل، فهمتش كيفاش؟ لانه التجربه أنا في تجربة في حياتي هذيك مش ياكلوك. هو صحيح أبطال كيما نقولوا احنا بلغتنا العامية، الخوف يجري الجوف، وهذه طبيعة إنسان إنه كيحس روحه باش يفقد حاجة عزيز عليه يعملهم الكل باش ما يخسرهاش. ولنا نحكيو على الدنيا اللي في معظم الوقت تاخذنا مشاغل الحياة، ننساو بالحق الحاجات الباهين اللي نحبوا نعملوهم، ننساو بالحق قداش الحياة هذيا فيها برشا حاجات مزيانين، ننسيو الطعم الحقيقي نتاع العيشة اللي احنا عايشين فيها، باهيها بالعواج اللي فيها، ننسيو برشا حاجات باهية نحبوا نعملوها في العيشة هذه اللي احنا عايشين فيها، لكن فما حاجات تقف قدامنا، فما ظروف، فما عائلة، فما مجتمع، فما حاجات تمنعك، تخليك شد فرانات على الحاجات هذه اللي تحب تعملها في حياتك. نحبك تعيش اللحظة هذه معايا وتغمض عينيك، تتخيل إنه مازال عندك شهر برك في ديك، وعندك حاجة بركة باش تختار إنك تعملها في الشهر هذايا قبل ما توفى الحياة هذي. شنو هي الحاجة هذي؟ حط لايك أول حاجة على الفيديو خاطر أكيد عجبتك. ثاني حاجة ما تنساش تخلينا في التعليق شنو هي الحاجة هذي اللي جات في مخك ومازال عندك لا قدر الله شهر برك في حياتك. نحب نعرف شنو ما الأحلام تاعكم وشنو ما الحاجات اللي تتمنوا تعملوها. أنا بقالي كي نقول لكم I see you next time يا أبطال. وتكورونا ولا ما تكوروناش، مقرونة معمولها مكان علاج.